نهلة سلامة مولودة 31 مايو 1968، ممثلة مصرية ولدت في أسرة فنية، فوالدها الموسيقي فاروق سلامة وعمها الموسيقي جمال سلامة. عملت في السينما في أدوار بارزة، حيث نالت جائزة عن دورها في فيلم الصرخة، وقد شاركت الفنانة المصرية نهلة سلامة جمهورها في صورة لها وهي طفلة. نهلة نشرت الصورة على حسابها الشخصي واستقبلت عدد كبير من تعليقات محبيها، والتي أشادت بجمالها الفتان وهي صغيرة. دي صورتها وهي طفلة، إيه رأيكم؟ شاركونا في التعليقات. جميلة من وهي صغيرة، دي نهلة سلامة اللي احنا عارفينها. هنشوف أسرار عنها وأحدث ظهور ليها. في شهر يونيو 2018 حضرت الفنانة المصرية نهلة سلامة سهرة رمضانية بخيمة فتافيت السكر، والتي أقيمت داخل فندق شيراتون القاهرة. الفنانة المصرية أطلت خلال الحفل بفستان يجمع عدد كبير من الألوان، وتركت شعرها منسدلا في تسريحة بسيطة، وتزينت بمكياج رقيق. نهلة التقطت الكثير من الصور مع حضور الحفل، وكان من بينهم الفنانة مها أحمد وزوجها مجدي كامل وابنهما عادل والفنان فاروق الفيشاوي. هنا ظهرت بزيادة شوية في الوزن مع مها أحمد وابنها عادل. منى فضالي كانت موجودة، وهاني البحيري مصمم الأزياء، وأحمد سعد. وهنا نهلة سلامة مع الراحل فاروق الفيشاوي الله يرحمه، وخالد زكي كان موجود، من أحمد سعد ومع أحمد ومجدي كامل وابنه عادل. وفي مايو 2019 خضعت الفنانة المصرية نهلة سلامة لجلسة تصوير جديدة مع المصور أمير الهواري. ونهلة شاركت جمهورها في صور من الجلسة عبر حسابها الشخصي على موقع انستجرام، وظهرت فيه بلوك مميز، حيث استطاعت أن تفقد وزنها وتعود لرشاقتها بعد ظهورها من قبل بوزن زائد. الفنانة المصرية ارتدت فستان أبيض منقوش أقرب للعباية، وأسدلت شعرها بحرية، واختارت لها مكياج ثقيل أبرز جمال ملامحها. وجمهور الفنانة المصرية عبر عن إعجابه بصورها، وأحب الفانز ملابسها والإكسسوارات التي وضعتها. تخيلوا إن هي ديت في خلال سنة فقدت كثير من وزنها، بقت رشيقة جدا. ده جلسة تصوير في مايو 2019، باين ان هي خست كتير، وكاتبة رمضان كريم عليكم. طبعا نالت اعجاب كثير من المتابعين. نهلة سلامة اصبحت مكلة في اعمالها الفنية، حيث قالت انها لا تقدم الا الدور الذي تقتنع به، وكان اخر عمل لها مسلسل الزيبق مع كريم عبد العزيز وشريف منير. كما شاركت أيضا في نفس الموسم الرمضاني بمسلسل أرض جو مع الفنانة غادة عبد الرازق، ودي صورتها على انستجرام من حوالي 5 أيام، تعتبر أحدث صورها من حوالي 5 أيام فقط. وعلى الرغم من معرفة الجمهور أن الفنانة نهلة سلامة سبق وتزوجت من المخرج محمد خان، إلا أنها نفت ذلك تماما. ده المخرج محمد خان نفت ان هي تزوجته، مشيرة الى علاقة حب ربطت بينهم، وكانت ستصل الى الزواج لولا ان العلاقة انقطعت قبل ذلك. واضافت نهلة سلامة خلال استضافتها في برنامج اختيار مع الاعلامية ايمان ابو طالب، الى انها سبق لها ان تزوجت 3 مرات، منها واحدة فقط جاءت بعد حب في مزيجة أخرى لم تستمر سوى أسبوع واحد،
وتم الطلاق سريعا. وأوضحت نهلة سلامة أنها خلال زيجاتها الثلاثة كانت مشغولة بشكل كبير بفنها، حيث كانت تقدم أعمالا فنية عديدة سينمائيا وتلفزيونيا، مما جعلها لا تركز بالشكل الكافي على حياتها الأسرية، كاشفة عن أن لديها ابنا ولا تزال تربطها علاقة صداقة بوالده الذي انفصل عنه كونه كان يرغب في أن تسافر معه للإمارات العربية حيث محل عمله، إلا أنها رفضت خوفا على فنها. وفي نوفمبر 2013 احتفلت الفنانة نهلة سلامة بعقد قران شقيقتها بدور على المهندس ورجل الأعمال الأمريكي عادل محمد أحمد، وذلك بمسجد الشرطة هنا مع أختها بدور. يا ترى إيه رأيكم؟ تشبهها كتير؟ شاركونا في التعليقات. وهنا حفل زفافها على رجل الأعمال الأمريكي بدور مع زوجها، صور جميلة من حفل الزفاف لشقيقة نهلة سلام. ونهلة سلام اهي في الفرح وراهم. أنا نهلة سلامة مع العروسين. هي وشقيقتها بدور. وفي أبريل 2015 ظهرت الفنانة نهلة سلامة خلال حضورها حفل زفاف الإعلامي محمد السماحي بالفضائية المصرية على نور أحمد في فندق بميدان الرماية. وحضر الاحتفال عدد من الفنانين على رأسهم محمد رمضان وسامو زين، أحمد شاكر عبد اللطيف وخالد سرحان. ده هنا العروسين في نهلة سلامة معاهم وجيهان سلامة، هنا العروسين ونهلة سلامة وجمال سلامة ووالدة العروس اللي هي على الشمال، وهنا جيهان سلامة ونهلة سلامة. هنا دول اللي شاهين ونهلة سلامة، صور جميلة جدا من الفرح. وهنا نهلة سلامة مع محمد رمضان. وهنا كمان نهلة سلامة مع باقي المدعوين. وفي نوفمبر 2015 شاركت الفنانة المصرية نهلة سلامة في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 37 بعد غيابها فترة عن عدسات الكاميرات. ودي برضه ظهور ليها. لو أعجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات. وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين، شكرا لكم قناتكم قناة أخبار النجوم. وهنشوف صور دلوقتي من مشاهد أعمالها السينمائية والتلفزيونية.